يقول الدكتور أمين ساعاتي اللاعب والحكم والصحفي والكاتب الرياضي الشهير في كتابه تاريخ الحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية الذي يضم تاريخ 60 سنة من التطورات الرياضية. يقول في الصفحة 412 من كتابه القيم، يتحدث المؤلف الدكتور أمين ساعاتي عن نجم الكرة السعودية ماجد أحمد عبد الله. يقول ولد ماجد في 60 ميلادية وفتح عينيه الذابلتين على نادي النصر السعودي بالرياض سنة 1975 ميلادية. ورث ماجد عن والده أحمد عبد الله حبه للكرة. لعب ماجد أول مباراة له في الدرجة الأولى مع ناديه النصر ضد نادي الفتح المغربي 1976.